أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال القمة الثالثة عشرة للنساء رئيسات البرلمانات التي تعقد أعمالها في فيينا أكدت أن المرأة البحرينية قد سجلت موقفا رائدا عبر الاستجابة السريعة والفاعلة في كافة مواقع العمل للتصدي لجائحة كورونا. وأسهمت في تشكيل وتطوير نموذج بحريني متقدم يعبر عن الدور الاستثنائي الذي تلعبه في التنمية الوطنية عبر حضورها الواسع والنوعي ضمن الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس بنسبة 75% من مجمل العاملين في الفريق الوطني لمكافحة الوباء. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها معالي رئيسة مجلس النواب أمام رئيسات البرلمانات المشاركات كمتحدث رئيسي والرئيسة العربية الوحيدة المشاركة في قمة الرئيسات، حيث ركزت خلال جلسة نقاش ضمن أعمال القمة على تقييم دور وأداء النساء في جميع مناحي الحياة خلال الجائحة، حيث عرضت معاليها إسهامات المرأة البحرينية في التصدي لجائحة كورونا. واشارت معاليها الى ما قدمته المراه في العالم من مشهد عطاء غير مسبوق يشير لعظمه الدور الذي تقوم به من اجل البشريه وتقدمها وللمجتمعات وتحصينها من المخاطر والتحديات